عبد الكريم قعداوي عضو التنسيقيه الوطنيه للدكاتره المتضررين من تاخير نتائج اعلان مباراه التعليم العالي في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين دوره 2021. احنا اليوم دايرين اعتصام لمده 3 ايام امام المقر الرئيسي للوزاره من اجل المطالبه بالافراج عن النتائج المحتجزه لدى قطاع التربيه الوطنيه. هاد الدكاتره دوزوا بحالهم بحال جميع الدكاتره الاخرين، 200 منصب تم الإعلان على أغالبية المناصب وبقات واحد 23 منصب لم يتم الإعلان عليها لا بنتيجة الأحد ولا أعلن على إعادة التباري حولها، وبقات هذه المناصب عالقة لدى الوزارة. وبالتالي احنا اليوم الممثلين ديال الدكاترة الحاضرين اليوم من جميع مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب من الشرق للغرب اللي راهم متضررين جاوا حضروا اليوم في هذا الاعتصام وغدا وبعد غد من أجل المطالبة بالإفراج عن النتائج المحتجزة ومن أجل تحقيق الشعارات اللي كتقولها الوزارة ديال تكافؤ الفرص وديال المساواة في الولوج للمناصب العمومية. وبالتالي احنا اليوم المطلب ديالنا مطلب بسيط جدا هو الإعلان عن النتائج المحتجزة لدى الوزارة. عبد العالي حميد مفتش تربوي دكتور من عضو التنسيقيه الوطنيه للدكاتره المتضررين من عدم اعلان نتائج مباراه توظيف اساتذه التعليم العالي بالمساعدين بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين دوره يونيو 2021. المطلب الوحيد لهذه التنسيقيه يتمثل في الاعلان عن النتائج وفق محاضر اللجان العلميه، مع العلم ان هذه المباراه نظمت ب 200 منصب وتم اعلان ما يقارب 177 منصبا وبقيت 23 منصبا معلقة إلى اليوم أكثر من سنة ونحن ننتظر النتائج. سلكنا جميع السبل بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيها مؤسسة الوسيط، بما فيها 20 سؤال برلماني تم توجيهه للغرفتين مع مجلس النواب ومجلس المستشارين أغلبية ومعارضة، ومع ذلك لم نتلقى جوابا. تم كذلك مراسلة من جميع المكاتب النقابية الوطنية المركزيات النقابية، يعني النقابات الأكثر تمثيلية كلها وجهت مراسلات إلى وزير التربية الوطنية دون أن تتلقى جوابا، كذلك النقابة الوطنية للتعليم العالي، كذلك النقابة المغربية للتعليم العالي، كل هذا يعني كل هذا المتدخلين تدخلوا بما فيه الكفاية دون أن نجد جوابا. إذا مطلبنا الوحيد يتمثل في الإعلان الفوري والعاجل عن هذه النتائج وفق ما دونته اللجان العلمية في محاضرها والتي توجد نسخة منها يعني لدى الوزارة.